ايوه، ربنا يديكم الصحة يا رب. يا رب. ابطال 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 الجمهورية. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة، انا اشتريت ثلاجة جديدة، يعني فضة طبعا أسود. طبعا انا مش عارفة اوصف لكم. امسك كده بقى انت، بس الاضاءة وحشة صح؟ ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، صباح العسل وصباح السكر وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة. أخيرا اشتريت بقى حبيبتي الغالية، حبيبتي والله كنت مفتقداها مفتقداها مفتقداها. اشتريتيها بكام يا نشوى؟ بصوا، هي عشان دي 16 قدم أو 18 قدم أو 20 قدم، أيا كان الرقم أنا معرفوش، المهم الأقدام كتير يعني قدام قدام. المهم فكان سعرها يتراوح من حوالي، هما في ناس قالوا لي سعرها ب 12,000 جنيه، وفي ناس قالوا ب 15,000 جنيه. الزغنطوطة خالص انا سألت عليها، لا ده حقيقي والله العظيم، سألت عليها ب 8,000 حاجة كده، يعني ارخص حاجة 8,000، في 9 وفي 11 وفي 12 وفي 15، وما شاء الله في تلاجة طلعت ب 37,000 جنيه، وفي تلاجة ب 40,000. ده حقيقي؟ اي والله ما بهزرش، اقسم بالله. والله وديناها ثلاجة وجت ثلاجة تانية خالص. ايوه ده حقيقي. فالمهم اشتريت ثلاجه بقى، ايه اللي ودينا ثلاجه؟ انا مش لسه بشوقهم. المهم اشتريت ثلاجه دي بقى منهم 40,000، لان انا طبعا مستواي الاجتماعي ما تسمحليش ان انا اشتري ثلاجه باي كلام يعني. فاشتريت ثلاجه الحمد لله ب 40,000 جنيه. قلت انتوا عارفين علي كريم ما شاء الله عليه وبيصرف وبعزق، فقلت ما قلت له يعني هو ما بيستخسرش فينا حاجه، وكل اللي قلته ده كله كذب. الجديد بقى، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. انا صلحت الثلاجه بتاعتي، لا جددت التلاجة بتاعتي. انا جبت، اخدوا تلاجة واجت تلاجة تانية خالص. عارفين دايما انا كده، اعرف اللي تلاجتنا بيضة، معرفش بيضة بني كده. أيوة. البني ده وعك. بصوا انا عايزة اقول لكم على حاجة، في كده مراكز تجميل الست بتخشهم بتخرج حاجة تانية، اللي هي تلاقيها فجأة خست وشعرها ده طول. لسه كنت بتكلم مع الناس النهاردة في الموضوع، فانا وديتها مركز تجميل. لا بجد التلاجة بتاعتي كانت بايظة جدا وما فيش متصلحش، وكانت مهجوره، منزلتها في الشقه اللي تحت، وكانت في كل حاجه فيها وحشه بامانه، والله العظيم بامانه كانت كل حاجه فيها وحشه. فحد قال لي ان الراجل ده ربنا يبارك له يا رب، باشمهندس اسامه، بياخد الحاجه يعني مهلكه تترمى بدل ما هنرميها. والله انا جبت بتاع الروبابيكيا، قال لي هدفع فيها 60 جنيه. قلت له 60 جنيه في الثلاجه؟ قال لي ايوه والله، لان هي ما كانتش نافعه. فهو ايه، اخدها ووضبها لي وظبطها لي بالمنظر. هي ثلاجتي كانت بيضه، هحط لكم حته من فيديو كده، حته من ثلاجتي اللي كانت ايه وبقت ايه. فتعالوا نفتحها، والله انا قعدت اقول له لا انت غيرتها دي مش ثلاجتي. فتعالوا نفتحها سوا بقى ونشوف. لا استنى استنى يا ماما يا حبيبتي، لا تعالى نفتحها بقى. افتحي يا نانا، تعالى مين معانا؟ لسه يا نانا لسه. هي واخدة أصلا ورق ملفوفة بحق اللي أنا دفعته. عايزة أقول لكم، مش لا يعني، أنا عايزة أقول لكم في الغلا اللي إحنا فيها وفي الظروف اللي البلد فيها، محدش بيقدر يشتري تلاجة يعني في اللي إحنا فيه ده. فالواحد لو تلفته فيها حاجة ده رجعها جديدة حقيقي والله، رجعها فعلا جديدة. هو الماتور عندي كان بايظ وحاجات كده، هجيب لكم الراجل قال إيه بالظبط، بس إحنا هنفتحها ونشوف عمل فيها إيه. عارفين هي كانت مطبقه، معرفش التطبيق اللي فيها عدله ازاي، معرفش، تحس ان هو وداها عند سمكري، مش فاهمه الصراحه. تعالوا بقى ايه نشوفها سوا. بصوا ده مركز مسلم لصيانه الغسالات الاوتوماتيك والنصف اوتوماتيك، ده مركز مسلم للغسالات الاوتوماتيك والنصف اوتوماتيك والعاديه والثلاجات، وده استاذ محمد، ده رقم تليفونه وهحط لكم اللينك بتاعه تحت. والله العظيم عايز اقول لكم ان والله ده ما اعلان، انا دافع حق التصليح وهو استاذ محترم، بس على فكره حق التصليح يعني ما 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 تتخيلوش هي قد ايه، قد ايه سعرها ما فيش. يعني انت لو كنت جبت ثلاجه جديده العربيه اللي جايه هتجيبها لك كانت تتصلح اكتر من كده. لا بجد والله، يعني انتوا متخيلين دهان ورش وتصليح ماتور وجاب لي جوان جديد زي ما قال لي. بسم الله، تعالوا نسمي بالله ونبدا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تلاجة من دي تلاجتنا؟ يعني تخيلي ان دي تلاجتنا يا نانو، انت مصدقه؟ بصوا جاب لي ليها ارفف، جاب لي ليها ارفف لان الارفف بتاعتها كانت بايظه، فجاب لي ليها ارفف، والادراج بتاعتها هنا، الادراج بتاعتي هنا، وهنا لسه الحته دي عايزه بقى. طبعا الصفارت اللي فيها ده من عند ربنا، هو كبالها. على فكره عايزه اقول لكم معلومه،
ان دي تلاجه حماتي الله يرحمها. كانوا متخيلين دي بقالها كام سنه عند حماتي وانا اخدتها منها بقى. لا يعني تلاجه حماتي كانت عند حماتي من سنين سنين يعني. اسكب الفريزر وحاجه زي الفل. لا بجد بجد يعني فظيعه والله. حلوه 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 بصوا هو جاب لي الجوان ده اللي هي الجلده دي لان كان بايظ فكان دايما بيخلي بيسرب غاز فبيعمل تلج كتير. وبرده الجوان ده كان بايظ فشالوه لي خالص وجاب لي جوان جديد من اللي هو الرؤيه ده مش التخين قوي اللي هو كان فيها. فيعني تحفه حقيقي والله حلوه قوي. وجاب لي الحاجه اللي خارجه منها يعني الحاجات اللي باظت جابها لي تحت بس انا مش هستعملها. فكون ان هي وصلت للدرجه دي حلوه جدا. برده هنجربها ونشغلها ونشوف ايه هنعمل ايه. حلو قوي. يلا بقى هربا نرجعها مكانها بس انا مش هشغلها الا كمان ساعتين. بصوا من ورا عمل لي شغل في الموتور بتاعها وعمل لي شغل حاجات كتير فيها. يعني هو ايه هيقعد يحكي لي. عايزه اقول لك على حاجه. طبعا مش كل ثلاجه زي الثلاجه الثانيه. في حاجات بيبقى فيها حفاضات. دي كانت مرميه كمان كانت الوقت اللي هي باظت فيه ورا رمياها في الشقه اللي تحت فده اثر عليها اكتر. لكن هي وبعدين ما اخدتش المبلغ اللي انا كنت متوقعه. انا كنت متوقعه هياخد مبلغ يعني رهيب فقلت بدل ما اصرف الفلوس ده اجيب واحده جديده. لكن لا يعني ان شاء الله لو اشتغلت وتلجت حلو وسقعت حلو وبردت حلو يبقى بجد بجد انا عملت فلوسي كده ووفرت وانا بيت ست جدع. وهقول لكم هي عملت حلو ولا اه. هسيبها بس كده ساعتين. هسيبها ساعتين هو المركز بتاعها. هسيبها ساعتين وبعدين اشغلها واقول لكم ايه الافضل. ثلاثه ثلاثه تفصل وتشتغل وتمام. برضو انا بسال حضرتك سؤال معلش اجيب تيجي اه اجي ماجيش. طب حضرتك فين ثلاجتي؟ ثلاجتك موجوده يا حبيبي. لا 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 مش دي ثلاجه ملهاش يعني. فين ثلاجتي؟ انتوا اخدتوا ثلاجتي وديتوها فين؟ لا هي دي ثلاجتي. لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دي ثلاجتي ازاي يعني؟ يعني ثلاجتي من انهي اتجاه؟ مش فاهمه برضه. دي ثلاجتي بتاعتنا والله؟ جتت بره وجوه. اه والله جوه وبره. لا ما لازم نفتحها جوه بقى ونطلع نشوفها. لا ما شاء الله ما شاء الله. نفتحها لك على العربيه ولا نفتحها فوق؟ نفتحها فوق عشان يعني ناخد ادق التفاصيل. ربنا يخليك. لا انا مش متخيله والله حقيقي والله. مش بجامل حضرتك اقسم بالله. والله العظيم تلاجتي. ما انا عارفه ان هي تلاجتي بس حقيقي انا مش متخيله ان انت تخليها بالشكل ده. يعني انا مش متخيله حقيقي. انا كل حاجه فيها كل حاجه فيها متغيره. المفتاح السيرموستات والجوال واللمبه وكان في تظبيط في حاجات في الموتور والشحن التاني كانت مسربه من الركنه بتاعتها وظبطت وبقت زي وهتشغليها تلاقيها تمام التمام ان شاء الله. لا جميله ما شاء الله حلو قوي. طب قول لي بقى يعني ايه اللي انت غيرته فيها عشان اعرف؟ انا غيرت فيها الجوان بتاع الباب. اه غيرت مفتاح السيرموستات ده طبعا كان مني من الركنه ما كانش شغال. اه اللمبه اشتغلت. ايوه كان فيها شحن عشان كان فيها تسريب من المواسير الداخليه بتاعتها. كان خلاها تنظمها على الارض؟ لا كان لازم على ارض. الطبق اللي كان معمول كان على العالي ما كانش على الموتور. طبعا لما يبقى على العالي هنزل ميه على الارض. انما لو على الموتور الميه اللي هتنزل هتتفكر على الموتور وخلاص. تمام. اه. واخد بالك والموتور كان فيه تظبيطه كده اتعملت وخلاص. كان طبعا مطرح الميه اللي كانت نازله من عليه الفرخه بتاعته كانت باظت. باظت يعني سطت وملحت. طب مش إيه. انت عرفت تجيب اللون اكنها جديده ازاي؟ لا ده بالله شغل يعني بقى حضرتك. اه ما انا قلت يمكن تقول لي السر اشتغل انا نفس الشغلانه ونفسك بس مش اكتر. لا لا احنا شغالين الشغل ده شغل الكمبيوتر كله مش شغل. طب انا عندي غساله بقى ما تنساش. لا نيجي نشوف عادي. ماشي شوف هتبقى جاي بكره او بعده لما تجيب لحضرتك حاجز الباب اجي ابص لك عليها. خلاص ماشي. انا نسمي بالله ونصلي على النبي. بصوا انا ايه فرحانه طبعا جدا جدا ان انا وفرت والثلاجه يعني بص حاسه ان هي جديده جدا. انا بكلمكم بعد المده كمان بشويه فانا سبتها كمان ساعتين. التبريد بتاعها حلو قوي 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 وبجد حاسه ان هي تلاجه جديده يعني بجد حلوه وما كلفتنيش حاجه من اللي انا كنت متوقعاها. يعني مبلغ بسيط قصاد ان هي ترجع جديده بالمنظر ده تترش من جوه ويتعمل لها رف ومش عارفه وايه ارفف واكنها جديده. انت تشوفها من بره تحس ان هي جديده مش هتصدق ان هي اللي انا ما شفتها فما اعرفش ان هي تلاجتي. المهم بقى انا كده كان عندي كام حاجه بقى في المطبخ كده لميت الدنيا حواليا قلت اما اظبط المطبخ عشان نبدا نعمل الغدا. بص انا عايزه اقول لكم ان في كارثه هتحصل شويه كده او الكارثه ايه نشوى اللي انت قايله عليها في كارثه هتحصل بس الحمد لله ربنا بيبقى والله العظيم يعني كريمنا بستره كده. بصوا امير كان بيكتب بالورقه وقلم الطلبات اللي انا كنت عايزاه. انا نزلته كان هيجيب لي رز وجاب لي طماطم وجاب فراوله
وجاب لي حبه حاجات هوريها لكم. فكان بيكتب ورقه وقلم، امير ابني من النوع اللي بينسى يعني، قلت له هات كذا وكذا 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 فبينسى، فكتب ورقه وقلم ونزل عشان يجيب لي حبه الحاجات دي عمال ما انا اكون غسلت المواعين. هو النهارده اليوم كان صعب بصراحه، بس الحمد لله ان هو عدى على خير. امير بقى جاب لي الفراوله وجاب لي الطماطم، طبعا يعني مش عايزه اشوف لك ان هو جاب لي فراوله تقريبا نص كيلو او ربع كيلو. ليه يا ابني؟ الفلوس ما قضتش، ما علينا يعني، المهم قضت الغرض وعدى الموضوع. وجاب لي كيلو طماطم، وجاب لي بخمسة جنيه بيضة وثلاث بيضات، وجاب لي بقسماط كده يعني، وجاب لي كيلو رز. عايزه اجيب شكارة رز ان شاء الله، كل الحاجات دي هنجيبها باذن الله. وجاب لي لحمه، لا انا عندي اللحمه، انا جبت اللحمه بس هو جابها لي من بره. طلعت كده الكب عشان نطلع البصل عشان نعمل بقى ايه اللحمه المفرومه على طول. انا نفسي اكل كفته داود باشا بصراحه، نفسي فيها قوي وحشتني بقالي فتره ما عملتهاش. كفته لحمه يعني، نفسي اكل كفته لحمه اللي هي بالصلصه دي، احنا بنحبها قوي. وقلت بقى ايه اعملها، قشرت كده بصلتين حلوين ورجعت تاني مكان البصل. عامه المطبخ زي الفل، خلاص خلصته بقى زي الفل يعني، الحاجه ما اخدتش معايا وقت. ونزلت كده بالبصل، البصل بقى بفرومه ناعم كده. وبصوا عينيا طبعا كالعاده لازم عينيا تقعد تدمع. خلاص بقى كده جبت الطبق الكبير ده وقلت هحط فيه بقى البصل، بصلتين حلوين، وهحط حوالي 3/4 كيلو لحمه. هو ده كيلو، بصوا عايزه اوريكم اصلا شكل اللحمه يعني فظيعه، شكلها حلو قوي. بصوا لحمه حمراء خالص يعني، ما فيش فيها نسبه دهون نهائي، ومفرومه قدامي ولحمه بصوا زي الفل. نزلت كده بقى باللحمه كلها، وهنزل عليها بشويه بقسماط، واحط عليها شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه بهارات، ده كمون، وشويه بهارات مشكله. وعندي بابريكا، بابريكا حاره، كان البرطمان خلص قلت بالمره ان انا امليه، وحطيت شويه بابريكا حاره بس كانت حاره قوي، ورشه جوز الطيب، مفيش زغنطوطه خالص يعني لا تذكر يعني، وحبه زيت زغنطتين. ليه حبه زيت؟ يا نشوى، لان انا المفروض الكفته دي بتحمريها على الطاسه، انا مش هحمرها على الطاسه، انا ضفت لها معلقتين زيت للكميه دي كلها، معلقتين زيت، لان كمان هي مفيش فيها نسبه دهون، فانا هحطها في صينيه واحطها في الفرن تتشوى، فمفيش فيها نسبه دهون فهتلزق مش هتبقى حلوه، فانا حطيت لها معلقتين الزيت دي عشان ايه ما يلزقوش في الصينيه. وصاج الفرن عادي خالص، انا على فكره بحب صاج الفرن ده، احلى صينيه عندي بجد، ولا صاج الفرن ده جميل جدا، بعمل فيه كل حاجه والحمد لله ما بيلزقش، ولو التزق فيه حاجه بتتغسل وتبقى زي الفل يعني، ما شاء الله الفرن ده بجد حلو فيه كل حاجه، حلو في كل حاجه. علي كان جايبه لي مره هديه، وكان بعدها بقى يعني قال لي يعني ان هي كانت ب 1000 1000 وحاجه، فحلو قوي الفرن ده. انا نفسي بقى اشتري مايكرويف ان شاء الله، اشتري واحد. بصوا عايزه اقول لكم الكارثه احنا داخلين عليها، بصوا كده علي فصل كهربه البيت كله عشان يركب كهربه الثلاجه. معلش بقى ايه يعني، عايزه اوريكم ايه، انا ما كناش كنت بصور، فهو علي طفى النور فالتصوير كان شغال، فعلي طبعا بقى وهو بيعمل مش من التلاجة، الكهرباء اللي علي الكهرباء مش من التلاجة، علي حب يفتكس كده افتكاسة ان هو يجيب سلك عريان من ورا الفيشة عشان يعمل وصلة للتلاجة، فهو بيجيب السلك العريان من ورا الفيشة مع انه كان فصل كهرباء البيت كله، بس ما تفهموش كهرباء ازاي يعني، معرفش ليه الفيشة دي فيها كهرباء، فاتكهرب بقى، بس كانت كهربته جامدة شوية عيني بقى، فكان يوم صعب بجد بجد يعني، بس الحمد لله ان هي عدت على خير، الحمد لله ان احنا كويسين وبخير. فقلت يعني فكان يوم صعب بس الحمد لله ان هو خلص. رجعنا بقى لما انا هديته، وطبعا خدوا بالكم على فكره انا لن انقص حد يعني، انا لما بتخض بيغمى عليا، فانا وانا بصوت بقول علي علي انا اصلا كنت هيقع حتى يعني، هو في عز تعب وجرى عليا يقول لي مفيش ما تخافيش، لانه خاف ان انا اكون اغمى عليا، خاف اتخض كده يعني. فالحمد لله المهم عدت على خير. دخلت بقى ما هديت شويه كده، قعدت اكمل بقى الغدا، قلت الاكل هيتحرق اللحمه في الفرن، يلا الحمد لله. طبعا شوفوا وشي كشر ازاي، ايه ده. المهم يعني غسلت الطماطم وحطيتها في الخلاط، الطماطم ما كانتش حلوه صراحه، كانت فاتحه شويه، بس يلا هحط لها بقى معلقتين صلصه. وقشرت كده البطاطسيتين دول ومولعه على الحله ان انا احط فيها شويه رز، انا حطيت حته سمنه وحطيت عليها شويه زيت، ونزلت عليها بشويه رز صغنطتين عشان يتحمروا كده ياخدوا لون معايا. والبطاطس قطعتها كده بالطول 8 صوابع كده، تخن شويه يعني، مش صوابع من اللي احنا بنقليها، عشان علي بيحب ياكل البطاطس اللي في الصلصه مع الكفته. بصوا الرز بحمره ومولعه كده على العين الحله الكبيره دي عشان اعمل فيها التسبيكه بتاعه الكفته.
بصي بقعد كده اي افرد الرز لانه بسرعه بيمسك مع نفسه كده بسرعه. بصوا كده حطيت معلقه ثوم مفروم وهنزل عليها بمعلقه هريسه شطه وهنزل عليها بقى بمعلقتين صلصه، معلقتين صلصه كده عشان يحمروا اللون معايا، ونزلت عليها بقى بالشفشق الطماطم اللي احنا عصرينها، وضفت بقى عليها كده البطاطس وحطيت عليها شويه ملح صغنطتين، ومش هحط بهارات ولا حاجه لان انا هنزل الكفته، والكفته بقى هتكون تاخد الطعم كله. بصوا انا ضفت كده 3 بيضات في العجان ده عشان نعمل النهارده كيكه، هحط عليها ذره فانيليا ومعلقه خل بس. بضرب بقى كده ونزلت عليها على طول بالكيس ده، كيس كيكه كده جايباه من السوبر ماركت ب 13 14 جنيه، ونزلت عليها بمعلقه سمنه وحبه زيت. بصوا دي الكيكه دي اللي هي بتدي لون احمر بس حلو قوي بصراحه، يعني ما تكوني مستعجله دي عندك تعمليها بسرعه، ما عندكيش ده كله في اصلا كيكه بتتباع في دي بيتباع نفس الطريقه دي، تحط عليه كيس بيكنج باودر ونفس المكونات واعمليها. جبت بقى الصينيه ودهنتها زيت كده ورشت لها معلقه دقيق من بتاع العجينه ذات نفسها، وبعدين بقى كده بضيفت لها عليها معلقتين لبن عشان حسيتها ان هي تقيله شويه، ممكن انت تضيفي لها شويه لبن اكتر، يعني هي كانت محتاجه كمان لبن اكتر كده. الرز اخد لون بقى، نزلت على باقي عليها باقي الرز كله واحط عليه شويه ملح واقلبه كده تقلبتين، وبعدين انزل عليه بالميه بتاعه الرز وبس خلاص. تعالوا نرجع بقى نشوف الكيكه عامله ايه. احنا كده كده كل ده مشغلين العجان عليها، بصوا شكلها تحفه بصراحه، يعني من اسهل الحاجات اللي انت ممكن تعمليها. خلاص كده نطلعها بقى نرصها في الصينيه. انا دهن الصينيه دي ليه؟ لان الصينيه دي مش من نوع الحلو، دي كانت ب 30 جنيه، فبس الصراحه بتقضي الغرض يعني، بس فعشان كده بدهنها لانها مش من نوع التيفالي الاصلي. يعني هجيب منديل كده وانضفها عشان ما تتحرقش فين في الفرن. نحط العجان على جنب وندخل بقى بعد ما نشيل الكفته على طول. انا بستغل دايما لما الفرن يكون سخن احط فيه حاجتي كلها مره واحده. فقمت بقى عامله الكيكه كده وقعدت احاول اطلع الكفته، طلعت الكفته بقى كلها وعمال ما ما التسبيكه دي تسبك، كنت انا شلت الارض وانا كنت غاسله المواعين ومظبطه ولمعت كده الارض على السريع. بصي يعني عشان تبقى واقفه كده والبيت حواليك نضيف والحته حواليك زي الفل، تبقى ايدك في الحاجه اول باول. بعد ما نغسل المواعين على طول لازم نرمع الارض. لمعت كده الارض والرز على نار والتسبيكه على نار، وهفرش بقى المفرش بتاع المطبخ كده زي ما انتم شايفين، وغسلت العجان عشان اعمل فيه كريم شانتيه. تعالوا بقى ننزل بالكفته على التسبيكه على طول. بصوا خلاص اهو نزلت بقى بالكفته كده، البطاطس خلاص بقت 3 ارباع سوا، هحط فيها الكفته. انا ما بحطش الكفته دي اقل من دقيقتين بالظبط واقوم طافيه، يعني كده خلاص دقيقتين وطفيت. هنغرف بقى الاكل. بصوا الكفته بقى والبطاطس، يا لهوي ده العشق. حبه رز ابيض بقى وعادي مع نفسك كده بغمسي، حلوه وخفيفه، حلوه حلوه جدا يعني، لان مش قالينها بزيت. ممكن التسبيكه ما تحطيهاش، ما تخليهاش متسبكه قوي، ممكن ما تحطيلهاش معلقه الزيت، فيعني حلو حلو. خلاص كده بنحط الاكل بقى وبغرف الاكل. الرز الحب بحب ده طبعا فظيع، ولادي بيحبوه جدا، وانا بحب مع الخضار او مع اي اكل مطبوخ بطماطم احب احط له رز بشعريه، رز حبه بحبه، الا الملوخيه. الملوخيه زي ما قلت لكم بحب لها رز ابيض. خلاص كده نزلت بكميه الرز كلها، والحله بصوا بقى زي الفل، يعني يا دوب هي تتمشي عليها كده على السريع. وحط بقى كده المعالق ويلا الاكل خلاص خلص، ونطلع مع بعض الكيكه. بصوا الكيكه طالعه عامله ازاي، تحفه حلوه جدا. هطلعها بقى وهي سخنه، والمفروض تسيبيها تبرد، بس انا مستعجله عايز اطلعها بسرعه عشان احطها على السفره كده افرحهم بيها قبل ما ازوقها. بصراحه انا ما كنتش هزوقها، انا قلت كده اعملها كده وخلاص، بس لا قلت ازوقها يعني افرحهم بيها اكنها تورته. وبعدين علي بقى مخضوط بقى وكده، عارفين طاسه الخضه، مش عارفين يعني ايه طاسه الخضه، المهم قلت اعمل له حاجه كده يشيل الخضه بتاعته دي. قلبت كده الكيكه زي ما انتم شايفين طالعه هشه وحلوه، وسبتها لما بردت ورحنا اتغدينا. رجعت بقى بعد ما اتغدينا قسمتها كده بالنص وحطيت عليها ده لبن بس، مش عليه اي حاجه تاني، حطيت عليها كده معلقتين لبن عشان ما تشربش الكريمه. وجبت كده في بوله حطيت فيها كيس باكو جيلي وحطيت عليه ميه دافيه، وهحطه في نفس الصينيه اللي احنا عاملينها وهندخله الفريزر. مفيش 10 دقايق تكون احنا زوقنا الكريمه دي اهو، خلاص نحطها بقى في الفريزر 10 دقايق نكون زوانا الكريمه. بصوا ده الكريم شانتيه، انا بجيب ب10 جنيه كريم شانتيه. انا حطيت عليه عصير كركديه عشان يدي لون احمر، بس الصراحه الكركديه مقصرش فيه خالص، عطاله لون غريب بس بدا يتظبط يعني. حطيت كده فراوله على الطبقه الاولانيه ونزلت عليها كده بالكريم شانتيه. هي سهله يعني، هي مش محتاجه منك مجهود، لا هي سهله قوي وبس. ونزلت بالطبقه الثانيه، ونفسي دي كلها انا هلفها كلها بالكريمه وهنزل عليها فوق صينيه اللي احنا حطينا فيها الجيلي.
خلاص انا لفيتها كده بالكريمه وانزل عليها فوق الجيلي. بصوا اهو، ونزلت كده في الصينيه مكان الجيلي. اول ما الجيلي بدا يجمد، يعني هو ما جمدش قوي، اول ما يبدا بنزلها وبس، بسيبها في الفريزر بقى نص ساعه او اقل من نص ساعه. واقطع بقى كده الفراوله دي، كنت عايزه ازوقها بس لقيتها مش محتاجه يعني. وانا ما كنتش سيحت الجيلي قوي، انت المفروض تسيحي الجيلي فوطه سخنه، فما نزلش كله بصراحه، فمش مشكله. المهم عدت شكل حلو وجميله وحلوه، حطيت عليها كده من على الوش شويه كريم شانتيه، وحطيت في النص كده فراوله، قلت ازوق بيها فراوله، قلت لا هتبقى كتير قوي، حطيتها في النص، قمت مقطعه كده فراوله. وبصوا من جوه فظيعه، لونها من جوه رهيب، بصوا هي تحفة يعني، حلوة جدا. وخلاص بقى قبل ما ننام قلت اطمن على التلاجة، حلوة يا تلاجة، بعد ما اكلنا الكيكة وكله حلوة، وجمدت الحاجة بسرعة، حطيت فيها الجيلي جمد بسرعة، والحمد لله جميلة وبجد حلوة. تسلم يا استاذ اسامة، ربنا يبارك لك، بجد حلوة جدا، وما خدتش معايا فلوس كتير يعني، والحمد لله. تعالوا بقى ايه، يلا لا مش تعالوا بقى، يلا تصبحوا على خير، كفاية كده اليوم خلص، انا داخلة انام، باي باي.